السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جعيتي في فيديو جديد إن شاء الله. بإذن الله غادي نتكلموا على رياكت والأنجولار. دونك غادي نتكلموا على ما هو الفرق ما بين رياكت وأنجولار. أول حاجة هو بالنسبة للناس اللي بغاو يتعلموا لو فرونت اند ديفلوبمنت خاصهم يعرفوا ثلاثة ديال الحوايج مهمين. هما اش؟ HTML CSS و JavaScript. HTML كنستعملوه بالنسبة لاستركتوراسيون ديال الويب بيج. أما بالنسبة CSS هو اللي كيخلينا نزيدو واحد اللمسة ديال ديزاين وبيان دو ستيل على الويب باج ديالنا. أما بالنسبة JavaScript هو اللونغاج دو بروغراماسيون اتيليزي بور ديكخير ان انسومبل دو فونكسيوناليتي اللي كتخلينا نرجعو لاباج ديالنا تري ديناميك اي سموثلي. دونك هادو 3 شوز وبيان 3 ماجور اليمنت اوف اوف كونسيرن ويب فور او بيان فرونت اند ديفلوبمنت. دونك عندنا ال HTML CSS JavaScript هادو اساسيين بالنسبه للمرحله الاولى. دونك دابا مثلا الى قدرت انني نستعمل هادشي ونميتريزي مزيان خاصني ندوز لواحد الفريم ورك. دونك واش غادي نختار ما بين انغولار اور رياكت؟ اولا خصني نعرف شنو هو الفريم ورك، شنو كيعني ليا ان فريم ورك. دونك فريم ورك وبيان السوفتوير فريم ورك هو عباره عن انسومبل دي ستاندار اللي كتخليني نستعمل سيغتان فونكسيوناليتي اللي كتسهل عليا ليتيليزاسيون ديال الكود وكتكون طريقه سريعه بالنسبه لو ديفلوبمون. دونك هو عباره عن دي ستاندار كنستعملوا فيهم دي كود وبيان يعني دي فونكسيوناليتي دو كود فاستر وبسهوله. دونك هذا هو لو فريم ورك وعباره عن دي ستاندار. دونك بالنسبه للفريم ورك يحتاج اللونغاج. دونك مثلا رياكت اور انغولار غادي يحتاج لنا اللونغاج انغولار كيستعمل تايب سكريبت، اما بالنسبه رياكت كيستعمل اش؟ جافا سكريبت. الوغ كاينه واحد الحاجه كنستعملو سوا فريم ورك سوا ليبراري. دونك شنو الفرق ما بين فريم ورك و ليبراري؟ فريم ورك تكلمنا عليه، دابا مثلا غادي نهضرو على ليبراري. اما بالنسبه ليبراري هي عباره عن اش؟ عن مجموعه من الحزم اور كوليكشن اوف فانكشنز، عبارة عن مجموعة من الحزم اللي كتعطيني سيغتان فونكسيوناليتي. مثلا جيكويري، جيكويري عبارة عن ليبراري، وحتى الرياكت حتى هو كيعتبر يعتبر ليبراري لأنه كيستعمل مجموعة من الحزم من الحزم اللي كتكون أو بيان اللي فيها مجموعة من لي فونكسيوناليتي. دونك بالنسبة للرياكت راه يعتبر ليبراري وليس فريم ورك. اما بالنسبه لانغولار يعتبر فريم ورك لانه كيستعمل بزاف ديال الامور وغادي نشوفها من بعد. دونك كيف قلنا ليبراري از ا كولكشن اوف فانكشنز اند فانكشناليتي فانكشناليتيز. دونك هو عباره عن مجموعه من الحزم وبيان كوليكسيون دو فونكسيون اللي نقدروا نستعملوها بالنسبه في اي بروجي ويب. دونك غادي نطرقوا دابا لواحد الحاجه سميتها او بيان غنطرقوا ديريكتومون نعرفوا انغولار. دونك شنو هو انغولار؟ انغولار عباره عن اش؟ تايب سكريبت بيزد، هو بازي سور تايب سكريبت. الوغ الي اوبن سورس، يستعمل في الفرونت اند وليس في الباك اند. حنا دابا كنتكلموا على الفرونت اند وما كنتكلموش على الباك اند. دونك الي اوبن سورس فرونت اند ويب ابليكيشن بلاتفورم، ويستعمل واحد الخاصيه اللي ما كايناش عند رياكت اللي هي ام في سي فريم ورك. دونك يستعمل ام في سي فريم ورك اللي هو الموديل فيو كنترولر. الوغ الي كريي بار جوجل. دونك الشركه اللي صنعته وبيان اللي كرياته هي جوجل. دونك فري انغولار كرياته جوجل. يوتيليز كيف قلنا MVC. دونك ال MVC هي Model View Controller
لي كونترولور كيكونوا في كوتي سيرفور، اي لي فيو هما اللي كنستعملوا فيهم الكومبوننت، اي الموديل عندهم علاقه او بيان ريلاسيون افيك لا باز دو دوني. ندوزو دابا ونتعرفوا بعدا على الفرق ما بين انجولار جي اس اي انجولار باغ اكزومبل 5 7 اي 6 6 ما كاينش 5. خصنا نعرفوا بعدا لي فيرسيون اللي كاينين باش ما نطيحوشهم، حيت اغلبيه ديال لي فيرسيون كيكونوا كيتحطوا في دي كونكور. باغ اكزومبل عندنا انجولار جي اس هو لا فيرسيون الاولى اللي كرياتها جوجل، وهاد لا فيرسيون هادي كتستعمل جافا سكريبت، ومني كنقول جافا سكريبت يعني راه غادي يكون صعيب في ليتيليزاسيون ديالو. اما لي فيرسيون اللي جايين غادي يوليو يستعملوا تايب سكريبت. الوغ عندنا انجولار جي اس از اوف سبتمبر 14 2016 هو يوتيليزا في 14 2016. دونك عندنا عاوتاني انجولار 2 انجولار 3 ما كاينش انجولار 3، الا سولوكم على انجولار 3 راه ما كاينش. عندنا اوسي 4 و 5 ودابا راه كاين 7 وكاين 8 وكاين 9 لي فيرسيون بيتا. دونك هادو هما لي فيرسيون اللي كاينين لانهم كيتحطوا في دي كونكور. الوغ ندوزو رياكت. رياكت هو عباره عن جافا سكريبت لايبراري، كيف قلت انه ماشي فريم ورك، جافا سكريبت لايبراري بور اش بور فور بولدن يوزر انترفيسز بور اتيليزي او بيان بور كريي دي انترفاس. الوغ ايل كريي بار فيسبوك انستغرام كولابوريشن كولابوراسيون. دونك ايل كريي بار فيسبوك وعندو واحد الكوميونيتي ديالو. بالنسبه رياكت كينقسم لبزاف ديال لي ليبراري او بيان دي بارتي. عندنا رياكت ديف تولز، وعندنا رياكت دوت نت، رياكت جي اس دوت نت، وعندنا رياكت ناتيف اللي غادي نستعملوه في لي زابليكاسيون موبيل. دونك وعندنا رياكت اتسيلف اللي غادي نستعملوه افيك جي اس اكس بور كريي دي كومبوننت، ولكن سون يوتيليزاسيون ديال لا ستركتور رياكت. الوغ شنو هما لي ماجور ديفيرونس او بيان ديفيرنسز بين انجولار اند رياكت؟ دونك عندنا واحد الحاجه سميتها داتا بايندين. بالنسبه للانجولار كيستعمل تو واي داتا بايند، داتا بايندين و داتا بايند. دونك بالنسبه للانجولار باغ اكزومبل الا كرييت واحد الانبوت، الا دخلت الداتا ديالي اوتوماتيكمون كتغير، وهذه كتسمى تو واي بايندين، تو واي داتا بايندين. دونك بالنسبه رياكت عنده وان واي داتا بايندين. دونك شنو هي تو واي داتا بايندين؟ هي انه اي تشينج وبيان اي تغيير كيطرا او ميم طون في الفيو او في الموديل ديريكتومون. اما بالنسبه للرياكت كيطرا بروميييرمون في الفيو ابري كنديروا عليه لو تريتمون في الموديل. دونك تو واي داتا بيندن كيطرا تغيير او بيان ميك تشينجز في الموديل، وحتى كيطرا عليه تغيير في الفيو اند فيس فيرسا. بالنسبه للوان واي داتا بيندن او بيان داتا بيندن انه اي تشينج خصو يطرا كيف قلنا في الفيو عيد يطرا عيد يتافيكتا او بيان نو خصو يطرا باردون خصو يطرا في الموديل عاد يتافيكتا في الفيو، العكس ديال تو واي داتا بيند. الوغ هذا بروميي او بيان لا بروميير شوز اللي مختلفين فيها رياكت اند انجولار. ندوزو للحاجه الثانيه اللي هي اش دون يوزج. دونك بالنسبه للانجولار كيستعمل واحد الحاجه سميتها براوزرز دوم، اما بالنسبه للرياكت كيستعمل فيرتشوال دوم. دونك هنا كاين الفرق بيناتهم. الوغ شنو هو الفيرتشوال دوم؟ الفيرتشوال دوم هو واحد لا فيرسيون اوف دوم. دونك تو سامبلومون الا ما كنتوش قارين جافا سكريبت راه ما تقدروش تخدموا بهذا لي ليبراري او فريم ورك، لانه غتحتاج في الاول تعلم الدوم اللي هي المهمه في كل شيء ابري البيزيك ديال لونغاج دو بروغراماسيون لي فونكسيون انسي دو سويت. دونك دوم مهمه. ودونك
ليتيليزاسيون ديال فيرتشوال دوم كاينه عند الرياكت، وبالنسبه للانجولار عنده براوزرز دوم. دونك لي لونغاج اللي كيستعملوا، دونك كيف قلنا انجولار كيستعمل تايب سكريبت، اما بالنسبه للرياكت كيستعمل جافا سكريبت، ولكن كاين واحد لو لونغاج اخر سميتو جي اس اكس. هاد جي اس اكس هو اش عباره عن واحد ليتيليزاسيون ديال اكس ام ال انسيري مع جافا سكريبت. دونك باغ اكزومبل انا فاش كنكريي شي موديل سميتو بيرسون، تو سامبلومون في اكس ام ال كنديكلاريه كوم اتريبيو بيان كوم اش كلاس. كذلك في جي اس اكس الى كرييت كومبوننت او بيان واحد الكلاس، تو سامبلومون كنديكلاريها بلا ميم شوز. دونك هذا هو جي اس اكس واللي كيعتمد عليه رياكت. الوغ كيف قلنا ديفيرنس كاينه ما بين في لونغاج، تو سامبلومون انه تايب سكريبت كيستعملوا انجولار، اي جافا سكريبت اللي منها واحد الحاجه سميتها جي اس اكس كيستعملها رياكت. دونك بيان سور جي اس اكس اي جافا سكريبت بات ويذ اكستندد اكس ام ال سانتاكس، هذاك الشيء اللي قلت. دونك تو سامبلومون بقات لينا واحد الحاجه اخرى اللي كاينه في رياكت اللي كتستعمل وبيان باش نهضروا على ليزابليكاسيون موبيل، رياكت ناتيف. دونك تو سامبلومون رياكت ناتيف هو واحد التولز وبيان واحد البارتي من رياكت، ليبراري تاعي من رياكت كنستعملوها بور كريي دي انترفاس خاصين بالويب موبيل وبيان زابليكاسيون موبيل. دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين في هاد في الديفيرونس ما بين رياكت اند انجولار. بات كاين واحد حاجه اخرى، انه انجولار كيستعمل انفيرشن اوف كونترول ou bien l'injection des dépendances. Tout simplement, c'est tout relié ou bien lié avec le MVC framework ou React. Ça m'a induit cette tariqa, yani tu peux créer le component tariqa dialek ou kif mabghiti, ou tout simplement qui s'aidek à la view. Amma l'angular induit une structure dialo khasa. Donc, c'est ce qui est la différence mabin les applications ou bien mabin framework Angular and Library React. Donc, غنزيد حاجة واحدة أنه Angular is best for creating ash cross-platform mobile apps اللي غادي نستعملوه مع d'autres frameworks. كاينين d'autres frameworks كي يستعملوا Angular بالنسبة للابليكاسيون موبيل. Aussi, عندنا enterprise software soit avec Spring soit avec ASP.NET Core. يعني avec Java J2E ou bien C Sharp. aussi عندنا elle est progressive ونقدروا نستعملوه مع les applications web hybrides. donc هادو هما المميزات خاصين بانجولار. بالنسبه شنو هما الاشياء المشتركه، كاين حاجه مشتركه بيناتهم هو انهم في الاخير كينتجوا لنا واحد الحاجه سميتها سينجل ويب بيج. دونك كيكون عندنا في الاخير فيشي اتش تي ام ال واحد اللي كيكون فيه راوت لو روت الراس ديال لا باج، وابري كيكون واحد لاركتيكتور بيان ايارشي بحال اربر فيها لي كومبوننت. دونك هادو مشتركين فيها. دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في فيديوهات قادمه ونتحدثوا على مزيد من الاشياء.